بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. الأخوات والأخوة والأحبة، أسر الشهداء، الأستاذ رسول جيشي رئيس نادي العروبة، أخواني أمناء وقيادات وقواعد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، الضيوف الأعزاء والكرام، نقف اليوم إجلالاً وإكباراً لمن هم أكرم منا جميعاً. نقف اليوم في رحاب الشهداء، نترحم عليهم ونحتسبهم عند الله مع الشهداء والصديقين، فقد قدموا حياتهم فداء للوطن، فحق على الوطن أن يقيهم حقهم ومكانتهم في درى المجد والشموخ. ونبخس حقهم إذا قلنا أنهم استشهدوا لأجل طائفة أو مذهب، بل إنهم استشهدوا لأجل الوطن، كل الوطن، وهم رموز وحدتنا الوطنية ورموز انتفاضة شعبنا ورايات مسيرة النصر القادم إن شاء الله. نتوجه بالشكر والتقدير لفريق العمل الذي عمل على تنظيم هذه الفعالية، المكون من كافة الجمعيات السياسية، ولا سيما الأخوة في جمعية الوفاق الذي وفروا الدعم اللوجستي لهذا الفعالية. نتوجه بالشكر والتقدير لنادي العروبة العريق الذي كعادته أكرمنا وكرمنا باستضافة هذه الفعالية الوطنية المهمة. الأخوات والأخوة، لأن كنا نقف اليوم في حضرة الشهداء، فلأن الشهادة هي ما تبقي قضيتنا حية وخالدة. الشهادة هي ما تعمد المطالب المشروعة بالوفاء والإيمان والمصداقية. الشهادة هي تلهمنا روح الصمود والعرفان والصبر ومواصلة النضال. رحم الله شهدائنا الأبرار وأسكنهم المولى فسيح جناته، وألهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان، وعهد منا على مواصلة النضال لتحقيق مطالبنا الوطنية المشروعة. وليهنأوا راضين مرضيين في رحاب المولى القدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.